مصر كلها النهارده بتتكلم على موسيماني والبدايه القويه والبدايه الناجحه ليه مع النادي الاهلي في الوقت اللي بفتكر بس من 5 ماتشات فاتوا كانت ناس كتير جدا بتحط على اسم موسيماني علامات استفهام، وكانت اداره النادي الاهلي بتتعرض لموجه من الهجوم او خليني اقول الانتقادات على اختيارها لمدير فني جنوب افريقي لتولي مسؤوليه النادي الاهلي في هذا التوقيت الحرج. نرجع بس للحظة دي عشان تتخيل حجم الضغوط اللي كانت واقعة على بيتسو موسيماني. أول أنواع الضغط هو اسم النادي الأهلي، حجم ومكانة النادي الأهلي وحجم الشعبية اللي بيتمتع بيها. نمرة 2 التوقيت الصعب جدا وانت بتتولى مسؤولية النادي قبل أيام بسيطة جدا من قبل نهائي أكبر بطولة في القارة الأفريقية، وهتلعب فيها فريق من أتقل الأسماء على مستوى القارة، فريق الوداد المغربي، وأنت مطالب بالفوز. نمرة 3 حالة الهجوم كتيرة اللي حصلت طبعا على اختيارك لتولي المسؤولية، ولكن كل ده الحقيقة ما أثرش على الراجل وقدر يقدم أوراق اعتماده بداية لجماهير النادي الأهلي ثم للإدارة اللي كانت موفقة في اختياره. يبقى أو تبقى الخطوة الأهم، وقلت لحضراتكم أنه عندنا 11 يوم فرصة نستعد فيها الأهم 90 دقيقة وأصعب 90 دقيقة، مش في الموسم الحالي بس، يمكن على مدار ال7 مواسم الأخيرة، وتحقيق حلم النجمة التاسعة. نستغل خبرة، نستغل رؤية كابتن عادل طعيمة عشان نقرأ كيف يستعد الأهلي لمواجهة المنافس المحتمل سواء كان رجاء أو زمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا. نرحب بيه في البداية ونقول له مساء الخير يا كابتن عادل. مساء الخير يا أحمد. أهلا وسهلا بيك، شرفنا في قناة النادي الأهلي طبعا، شرف لينا وجودك معنا. ربنا يخليك. بداية وقبل ما أدخل بس في المباراة النهائية، عايز رؤية حضرتك لمشوار موسيماني. قلت أنه بدأ بداية قوية، لعب 5 ماتشات، 3 في الدوري المحلي و3 من العيار التقيل، مقاولين زمالك، مقاولين أمبي بيراميدز، وبعد كده مواجهتين برضو على مستوى عالي من الصعوبة مع الوداد ذهابا وإيابا في بطولة إفريقيا. إزاي شايف طريقة الراجل في تولي المسؤولية وأسلوبه في، مش عايز أقول نقلة نوعية، لكن الحقيقة الراجل كان صاحب بصمة في خلال فترة بسيطة قوي أو قصيرة جدا مع تولي مسؤولية النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ظروف الاختيار بتاعة موسيماني، فايلر عمل فترة كان كلنا كنا بنشيد بيه حتى هنا في القناة، ثم بعد الكورونا حصل لخبطة جامدة في ظروف، عايز يمشي قبل الماتش الوداد بأيام قليلة. أي إدارة في الوقت ده بتبقى يعني في حيرة شديدة جدا، وانت بقالك مدة بتعاني انك انت عايز تاخد البطولة الأفريقية. عملية الاختيار انا قلت مرة واثنين وثلاثة منطقية وعقلانية بدرجة كبيرة جدا. اختيار موسيماني حاجة تقصد؟ طبعا طبعا. الاختيار لما انا ابقى جايب الاقي بالصدفة مدرب عنده فكرة عني لأنه لعب ضدي 4 مرات، فعارف أسماء لعيبتي. يعني كابتن سيد قالك لما نزل الملعب حافظ أسماء اللعيبة طبعا، وعارف نقاط الضعف ونقاط القوة عند كل لعيب فيهم. حاجة تانية، الثلاث فرق اللي أنت هتلاعبهم عارفهم ولعب ضدهم. الحاجة التانية أفريقي وعنده الخبرات الإفريقية. الحاجة التالتة أنه عنده دهاء وعنده ذكاء، وشفنا حتى تصريحاته لما كان بيلعب النادي الأهلي كانت تصريحاته دايما فيها نوع من الذكاء ونوع من المناورة. الحاجة الثانية بيتمتع كرته قريبة قوي من كرة النادي الأهلي، ما بيلعبش الكرات اللي هي الطويلة والحاجات دي مش كرتنا. الأهلي دايما بيمتع جمهوره بالأداء الحلو. بقول دايما وبعيد وأكرر، النادي الأهلي ميزته أنه بيديلك وجبة ريحتها حلوة وطعمها حلو، فانت بتستمتع. بس المقدمات دي كلها ما كانتش مخليه الناس كابتن عادل تتوقع التغيير، يعني التغيير دايما يحصل بشكل تدريجي. خلينا نتفق برضو ان عروض النادي الاهلي رغم انه كان بيكسب، الاهلي ما كانش بيخسر وحقق الدوري قبل ما البطوله تنتهي ب6 أو 7 جولات، وكنا بنكسب، بنلعب الاسماعيلي وبنكسب وبنلعب ام بي وبنكسب وكنا ماشي، بس الاداء ما كانش على احسن مستوى. كنت تحس انه الفرقه بتلعب بدون روح، او شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي اللي تعودنا عليها ما كانتش موجوده. الغريب بالنسبه لنا كان فكره التحول مره واحده كده، يعني راجل من اول ما تولى المسؤوليه لعب 5 ماتشات تحس فيهم مره واحده انه على المستوى الجماعي الاهلي استعاد الروح والشخصيه، وعلى المستوى الفردي لعيبه كتيره جدا ابتدت تبان للجمهور فايقه وفي احسن حالتها.
هي فائت ليه؟ لأنه أولا رجع للتشكيل المثالي للنادي الأهلي. الحاجة الثانية هو عنده من الخبرة وعنده من الذكاء ومن التحضير، إن أنا عارف قيمة النادي الأهلي وعارف إمكانياته وعارف إمكانيات كل لاعب. اللعيبة اللي ممكن تعمل لي الفكر اللي في دماغي من الاستحواذ ابتدى يحطها في تشكيل، ابتدى يبقى فيه محاضرات جماعية ومحاضرات فردية، بياخد لعيب لوحده. ابتدى يشوف العناصر اللي هي مهمة جدا، صالح جمعة، أحمد الشيخ، فتحي، ابتدى يلم العناصر دي كلها. الحاجة الثانية مفاتيح لعب النادي الأهلي. أيوة. مفروض ان اي تسأل اي حد في الشارع هيقول لك مفاتيح لعب النادي الأهلي دايما اطراف. ابتدى هو يعمل فكر تاني خالص، وتلاقي كل الاجوال اللي بيجيبها من العمق، يا اما بالضغط يا اما بالاختراق. احنا شفنا جول مروان في الماتش اللي فات. أيوة. ماتش الوداد، عمرو السوليه بيعملها له لب، بيسقط ياخدها يحط الجول ويرجع جول. من حسين الشحات في الماتش الاولاني انفرادين من كوره في العمق. ده برضو نوع من قراية المنافس. النادي الوداد نازل قافل لك الأطراف، فأنا أنت قافل الأطراف، طب أنا هبتدي أشتغل زي البوكس يا أحمد. أنت بتفتح لي بطنك ولا وشك. أيوه. أنا هاخد النقط الضعف واستغلها. كذلك الكورة، الراجل ده ابتدى يشتغل بالشكل ده، إدى نوع من الثقة للعيب. الثقة دي بمعناها إيه؟ لما أنا أطلب منك أنك أنت شناوي ابتدي من تحت وما تخافش وما تقلقش، انك انت عندك القدره انك تبدا من تحت. يا ايمن، يا ياسر، يا فتحي، يا علي معلول، اي حد العب من تحت وانا بتحمل المسؤوليه. هو عارف ان اللعيبه دي لعيبه كره عاليه قوي وعندها الامكانيات دي. فانت لما تكون انت ابنك عنده 9 من 10 اخليه 3 من 10؟ منطق غريب جدا. انا هو جلقه وماشى على اعلى مستوى، النادي بقاله 4-5 سنين بيحضر انه يعمل يكون فرقه على اعلى مستوى، ونجحنا نجاح غير طبيعي. ان احنا عاملين قوام فرقه متوسط السن، الاداء، الخطوره، الاجوال اللي انت بتجيبها، الاجوال ما بتجيش فيك، الخطوره اللي انت بتشكلها باستمرار انت في الوداد وهنا، وحتى وانت مطرود منك في ماتش بيراميدز وضايع منك ضربه جزاء، واحد متعور، واحد مطرود، وانت بتهاجم وتضيع وكرة في العارضة. ده معناه ايه؟ معناه ان انا الولاد كانوا في فترة معينة الثقة كانت مهزوزة شوية. انا بمجرد ما جيت انا حاسس النادي الاهلي، انا عارف ان عندي دكة البدلاء لا تقل عن اي حد. مفيش عندنا بديل في النادي الاهلي، مفيش بديل. ال 25 كلهم نبوه. وده اللي كان مرجح فايلر انه كان بيعمل عملية التدوير وهو مش قلقان. ايوه. وبالتالي في بداياته حقيقي ما كانش في تشكيل ثابت وكان في تدوير للأسماء. وانا كنت بقول ده. أيوة. ده جوارديولا بيلعب لي بال 22 لاعب بيلعب بيهم بشكل رائع جدا، وبيعمل عمليه التبديل والراحه، وده هيلعب وليد هيلعب كذا، وفلان هيلعب كذا، ومرمانا هيلعب الماتش ده، الماتش اللي بعده هيبدا نص ساعه كهربا، يعني عمليه كانت منظمه جدا. الراجل ده من يوم ما جه وهو واخد الطريق اللي هيلعب بيه الفاينل، عمليه الثقه، وطبعا التدريب تقريبا ما فيش تدريب لانه كل 3 ايام كان بيبقى بيلعب ماتش في الدوري. وبعدين دخل على الوداد، ومن الوداد للوداد ويوم سفر ويومين راحه، يعني ما فيش فرصه انك انت تعمل حاجه، انما في رطوش خفيفه، تفاهم ما بين ايمن وياسر. فتحي بيلعبه باك ليفت ليه؟ لان عرف وقت من الاوقات علي معلول ممكن يكون مجهد. ايوه. نجح في تحضير لدي، ابتدى يدخل كهربا شويه شويه، ابتدى وليد سليمان يدفع بيه الماتش اللي فات، عمليه علميه منظمه. طيب انا عايز حضرتك تقرا لنا كده السيناريو الانسب والامثل من وجهه نظرك. انا عندي الاهلي كشر عن انيابه، يعني اعتقد ان الاهلي مع موسيماني كشر عن انيابه، وبقى واضح بشكل كبير ان النادي على كل المستويات ارقامه، انا مش بتكلم على فكره وجهات نظر او اراء، يعني انا بتكلم على ارقام تقول انه الاهلي فرقه تقيله جدا. ونتيجه المواجهه مع الوداد في قبل النهائي، ومعروف طبعا ان الوداد واحد من اكبر انديه افريقيه، تؤكد انه الاهلي في يعني في مستوى من الجاهزيه عالي جدا. ده بالنسبه لي مصدر اطمئنان وفي نفس الوقت مصدر خطوره.
اولا الفرق الثانيه هتبقى اريا، ده بشكل كبير قوي عامله للاهلي الف حساب، سواء كنا بنتكلم على رجاء او زمالك. وهسالك برضو بالنسبه للفرقتين، انت تفضل ان الاهلي يقابل مين؟ نمره اتنين، اخاف كمان انه ده يعلي قوي من مستوى الثقه فيقلل شويه من مستوى التركيز. هو بقى في نقطتين، نقطه انا كلمتك فيها قبل الهوا، انه احيانا البعض مننا بيطلع بيقول النادي الاهلي انا عايز، انا وانا مسافر عايز اطلع بنتيجه ايجابيه. ايجابيه ايوه. النادي الاهلي ما يعرفش غير الا الفوز. نتيجه ايجابيه يعني ايه؟ يعني انت بتدي رساله للجمهور ورساله للعيبه بتاعتك انك انت لو تعادلت ده بالنسبه لك كويس. 100 فل. وده طبعا ده يرضي لا طموح النادي الاهلي ولا جمهوره ولا ادارته ولا جهازه الفني. بس انا كلامك بمنتهى الصراحه كابتن عادل، انا كنت رايح المغرب ونفسي نرجع هناك بتعادل ايجابي، يعني نفسي نرجع هناك متعادلين 1-1، نرجع متعادلين 2-2، لكن سيناريو الفوز ما كانش متوقع قوي مع يعني مع الوداد في مباراه تربية الزهر. ولادنا من الصغر بنربيهم على كده، الفوز مع الاداء، انك انت لازم تبقى بتفوز، والخصم او المنافس مهما كان قدره، انت مع اللعب الجماعي مع عيله النادي الاهلي مع الاداء الفني انت بتتمرن احسن تمرين. المقابل المادي بتاعك، الدعايه بتاعتك، الشهره بتاعتك، كل العوامل اللي بتساعدك على النجاح النادي الاهلي موفرها لك. ايه اللي ناقصك؟ انك انت رايح الوداد تكسب الوداد في الوداد. ايه اللي ناقصك؟ مفيش حاجه ناقصاك اطلاقا. ظروف الملعب، انت زمان مثلا في 82 لما كابتن جوري خد البطوله الافريقيه في كوتوكو كان ملعب، انت نزلت في ملعب مفيش ملعب تقريبا. والناس يعني عامله سحر وحاجات، والارض مفيش ارضيه. انت رحت هناك وجبت التعادل وانت كسبان هنا 3، يبقى هنا في نتيجه ايجابيه، لان مفيش لا فندق ولا اكل ولا سفر ولا يعني، وعوامل طبعا مفيش نوم، الظروف كلها معاكسه بشكل لما يكون الملعب ملعب كويس. وبرضه من خلال حضرتك بنوجه التحيه لفريق الوداد على اللعب النظيف. الفرقتين بعد الماتش بيتبادلوا تيشيرتات، الشعب المصري والشعب المغربي على اعلى مستوى من الحب والثقافه والارتقاء والحاجه الجميله جدا. فلما اكون انا بربي ابني من الصغر على ان هو دايما يطلع الاول على المدرسه. النادي الاهلي كده. ما ينفعش ان انا اقول انا رايح المغرب او رايح تونس عشان نتيجه ايجابيه. انت فاكر 61 النادي الاهلي جاب نادي بنفيكا بطل اوروبا سنتين. تعرف الماتش ده الاهلي كسب يعني كام؟ يوتيوب، لكن ما كنتش موجود اكيد طبعا. انا أسمع كنت موجود وانا صغير ولعبنا قبل الماتش. وحطينا الورد لإيزيبيو والجماعه دول. طبعا إيزيبيو نجم البرتغال طبعا. سيبناهم 3 ومعاه نجوم العالم كله كانوا موجودين، بطل اوروبا، النادي الاهلي لما بيلعب ريال مدريد وبيكسبه، وروما ومونشن جلاباخ فانا ولادنا الميزه اللي بتميز النادي الاهلي على مدى تاريخه العيله، وان اللعيب لما بينزل الملعب يعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها نتيجه ايجابيه، من فضلكم اللي يطلع على الشاشه. النادي الاهلي ما يعرفش الا الفوز، والفوز بشرف وبتنافس شريف، لا بقى فيه جانب تحكيمي ولا في جانب كذا، انما احنا بنعاني دايما من التحكيم. شفنا في ماتش الوداد الراجل ضرب الجزاء ما لهاش علاقه، ومع ذلك ربنا اكرمنا وتصدت، الفريق هو النجم. فدي كلها حاجات طيب تميزك. خليني برضو اتكلم على المباراه النهائيه. انا بتكلم انه برضو في وجه صعوبه في الفاينل بتاع دوري الابطال، انه مباراه واحده مفيش ذهاب وعوده، وبالتالي ما عندكش فكره انه لا قدر الله ما كنتش موفق، او لا قدر الله انه ما كانش يومك، مفيش تعويض. هل ده يفرض سيناريو مختلف، طريقه لعب مختلفه؟ هل مستر موسيماني حضرتك تعتقد انه هيفكر في يعني تكتيك مختلف في مواجهه الزمالك او الرجاء؟ وايهما تفضل بالمناسبه، بما ان احنا اتفرجنا عليهم في مباراه الذهاب اللي اقيمت في الدار البيضاء، ايهما تفضل من وجهه نظرك مواجهته، ولا ما تفرقش معانا؟ لا لا لا، البطل يقابل اي حد. البطل النادي الاهلي بتاريخه 42 بطوله، اكبر نادي في العالم واخد بطولات. النادي الاهلي هو الرجاء، الزمالك، ايا كان اللي هيقابله، كل فرقه ليها نقاط ضعف ونقاط قوه. دايما ربنا سبحانه وتعالى تتوقع ان طريقه اللعب تختلف، او الاهلي يفكر في يعني بالتاكيد ده في مفاتيح لعب وده في مفاتيح لعب، ده في مواطن خطوره وده في مواطن ضعف، ولا الاهلي هيفرض اسلوبه ايا كان اسم المنافس او اسم الخصم؟ انت تفتكر يا احمد من اول ماتش او لعب المقاولين العرب لحد الوداد اختلف طريقه لعب؟ لا ما اختلفتش طريقه لعب ولا اختلف عمليه الضغط. وقلنا هناك
هيلعب زون وهيلعب مش عارف ايه. انا كنت متوقع ان الراجل هيضغط من تحت لانه واثق في قيمه النادي الاهلي وفي اسم النادي الاهلي وفي لاعيبته وفي ادارته. الاداره عملت كل حاجه، طياره من لحد الطباخ، كل التفاصيل الصغيره كانت موجوده، الراحه الكامله رايحه قبل الماتش بخمس ست ايام، كل الامور الاداره وفرتها، ووفر الجهاز يعرف قيمه اللعيبه، اللعيبه متحمله المسؤوليه، نفذت كلام الراجل. الراجل قال انا عايز الحاجه الفلانيه، اللعيبه اقتنعت نزلت نفذت. وبالتالي انت لما هتلاعب الرجاء او هتلاعب الزمالك ايا كان الفرقتين، هو عنده من طرق اللعب اللي هي ما هياش سر يعني. ايوه انت بتهاجم الاطراف، عمق، تسديد، المدافع من الخلف، هم خمس ست حاجات انت بتهاجم بيهم. انت في الماتش الوداد انت عارف ان السردباكين فيهم مشاكل، فانت بتلعب على الاطراف وبعدين بتروح رايحه في نص الملعب، السولية يروح مره عاملها، ديانج يروح عاملها يعني. طيب في ال 11 يوم اللي بيفصلونا ان شاء الله لو لم يتم التاجيل، لانه احنا سامعين كلام انه احتمال يتم تاجيل النهائي لايام او يمكن 48 ساعه، بس يعني في جميع الاحوال احنا مفترض ان احنا بنلعب على يوم 6 لغايه دلوقتي بشكل رسمي، بيتخللهم ماتش طلائع الجيش. خليني اسمع راي حضرتك في ده، وهل بتعتبره فرصه للتجربه استعداد لماتش النهائي، ولا بتراه فرصه لاراحه اللاعبين من موسم طويل جدا وشاق جدا، وتديهم فرصه ياخدوا بريك وتدي فرصه للدفع بعناصر تانية؟ هسمع اجابه كابتن عادل طايمة على السؤال بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم مره تانية في السادسه. جوه عقل كل اهلاوي مفيش غير سؤال واحد، هنعمل ايه في ماتش النهائي؟ على احر من الجمر كل جماهير النادي الاهلي مستنيه ان شاء الله باذن الله نلعب بقى مباراه النهائي وان شاء الله نفوز ونتوج بالبطوله. بس من هنا لغايه لما الحكم يدي اشاره البدايه عندنا مشوار مهم جدا، وعندنا مرحله استعداد وتجهيز. ويمكن كنت بتكلم مع كابتن عادل طايمة بساله رايه في مباراه طلائع الجيش اللي هنلعبها ان شاء الله يوم السبت، وهتكون مباراه تتويج وبطوله الدوري العام. هل شايف انه يتم استغلالها لتجربه وتجهيز اللعيبه في بروفا كويسه لمباراه نهائيه، ولا الافضل ان احنا نريح القوام الاساسي وندي فرصه للوجوه اللي يمكن كانت بعيده شويه انها تاخد فرصتها في اللعب امام طلائع الجيش؟ اهلا بيك طبعا مره ثانيه كابتن عادل. رايك ايه في مباراه الطلائع؟ يعني شايف ان التوجه داخل الجهاز الفني يميل لايه اكتر، وازاي ممكن نستفيد بالمباراه دي؟ مش هيخش في ذهن اللعيبه ان هناك اساسي واحتياطي. دي مش هتخش في ذهنهم لان هم متربيين على كده. أيوة. الحاجه المهمه ان هو عندك مع وحيد في الباك ليفت، عندك وحيد. احمد فتحي، عندك وليد سليمان، عندك حمدي فتحي ما لعبش الماتش اللي فات غير خمس دقائق، عندك ديانج، باجي، عندك جيرالدو، عندك احمد الشيخ، يعني عندك الناس اللي هو المفروض ان هو بيجهزهم بحيث ان انا بيبقى عندي لو انا قوامي الثابت 11 وعندي 8 يبقى في بينهم تنافس ان هم يخشوا معايا في ماتش. وكل حاجه قلتهم دول في ماتشات كتير كانوا بيلعبوا اساسيين، ودول علشان كده يعني الرساله اللي بنقولها للعيبه ما فيش حد اساسي واحتياطي. ايوه انت بتتمرن كويس هتلاقي نفسك في التشكيله. تمام. خاصه ان النادي الاهلي بيلعب بال20 ال22 في العالم كله دلوقتي في الكلام ده. فطبعا انا بحييه جدا ان هو في فترات كده حمدي فتحي راح ما لعبوش خالص الماتش اللي فات، لعبوا اخر اظن خمس دقائق. ايوه يبقى بيحضروا للماتش اللي بعديه ثم الماتش الاخراني. فدي برضو وليد سليمان نفس القصه مريحه. وعندك تتوقع انه يعني هو يعني يمكن كنت بتكلم مع كابتن عادل، يبدو انه راجل موسيماني يعني مقتنع جدا بامكانيات صالح جمعه، ويبدو انه فاتح الباب قدام صالح عشان يستغل الفرصه. هو قال له كده وعده نصا انه لو التزمت معايا انت هتودع الدكه دي مش هتشوفها تاني. هل تتوقع ان احنا نشوف صالح جمعه في المباراه اللي جايه؟ برضه من ضمن الحاجات اللي انا ابتديت كلامي معاك انه الراجل اللي عنده ذكاء، هو شاف امكانيات اللاعب وشاف امكانياته. المدرب كويس بيعرف اللاعب من لمسه الكوره، فلما شافه اقتنع بيه. اعتقد الماتش الجاي هيديله فرصه كويسه، وان شاء الله في الموسم القادم هتبص تلاقيه من العناصر الاساسيه. الولد مش محتاج اكتر من انه يلعب خمس ست ماتشات، ما اعتقدش ان حد هيشيله لو انتظم مع الثقه اللي بيديها له المدرب، هتبقى حاجه جميله جدا. الى جانب انا طبعا نسيت كهربا. ايوه انت كهربا بيلعبه هاف تايم النهارده، ممكن يلعبه الماتش اللي جاي، يلعبه الماتش كامل. بادجي ممكن يلعب الماتش كله. ديانج احنا شفناه ما شاء الله في الماتش اللي فات، فعندك ممكن يرتاح الماتش ده، يلعبه هاف تايم، يبقى قاعد بديل، بحيث ان برضه
يبقى القوام بتاعه 18 ل 20 ما بين 11 والاساسيين يبقوا قاعدين بدلاء. صحيح. بعيدا عن الخطه طريقه اللعب وبعيدا عن الاسماء او التشكيل اللي هتنفذ الخطه دي جوه الملعب، من وجهه نظرك ايه هي المفاتيح او ايه هي مواطن القوه اللي على الاهلي انه يستغلها في مباراه او في جوله واحده هتحسم لقب دوري ابطال افريقيا؟ ايه هي الحاجة النصايح اللي حابب تقولها للعيبه؟ ايه الحاجات اللي شايف انه الاهلي لازم يشتغل عليها الفتره اللي جايه عشان يتمكن من تحقيق البطوله؟ النمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه، جمهورك يعني في امس الحاجه لهذه البطوله. انسى نفسك وانسى اسرتك وانسى كل حاجه وركز، لانك انت فعلا انت الجدير بالبطوله ديت. انت كل مره بتوصل للنهائي وبنطلع يا اما بصفاره غلط يا اما تقصير مدير فني كارديرون، كنا كسبانين ثلاثه. أيوة. والى جانب طبعا كان في هناك جماهير كانت عملت يعني مشاكل، لكن التركيز روح الفانيلا الحمراء اللي احنا شعرنا بيها في الماتشات. انت بتلعب 10 مع بيراميدز وانت 10 وانت بتهاجم وانت الروح دي اعتقد انها رجعت، وسواء ماتش واحد او ماتشين، الماتش الواحد علي وعليه. حته ان التوفيق او عدم التوفيق، التوفيق دايما ربنا بيبعته للمجتهد واللي بيذاكر كويس واللي بيحضر كويس واللي بيحترم الناس واللي بيتواضع. طول ما انت بتتواضع ربنا هيديك المكسب. فعمر التوفيق ما هيضيع منك طول ما انت بتاخد بالاسباب، انك انت بتتقي الله، ميبقاش في انانيه، بتلعب الكره الجماعيه، الكره الجميله، بتنسى نفسك في وسط ترس اسمه عائله النادي الاهلي. عائله النادي الاهلي دي ما فيش زي ما حسين الشحات امبارح بيقولوا له انت جايب هدف رقصت مش عارف ايه، قال لهم لا، المهم الفرقه، الفرقه تكسب، مش مهم انا اجيب جول. عجبني قوي قوي. الحاجه الثانيه مؤمن زكريا. البطوله دي بنهديها لجمهور النادي الاهلي طبعا، وعلى راسهم مؤمن زكريا. خد بالك الصحه اللي ربنا مديها لك، شوف مؤمن بيعاني منها ازاي. خد بالك ان جمهورك بيعشقك، من فضلك هات له البطوله ديت باذن الله بتوفيق ربنا، ثم بجهدكم وتركيزكم وروحكم القتاليه كل واحد يلعب الكره الجماعيه اللي احنا كلنا بنثني عليها. الاداره في ظهركم، الجمهور في ظهركم، وقبل الاداره وقبل الجمهور وقبل كل حاجه ربنا ان شاء الله بيوفقكم باذن الله تعالى. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا، وكل التوفيق لنجومنا ان شاء الله باذن الله. لم نكن ابدا اقرب الى بطوله افريقيا زي ما احنا هذا الموسم. اعتقد انه اللعيبه مدركه تماما حجم المسؤوليه في تحقيق حلم الملايين، حلم الحقيقه تاخر علينا كتير، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان البطوله تكون حمراء، تكون بلون فانيله النادي الاهلي، وانه درع دوري ابطال افريقيا يستقر في الجزيره، وانه تيشرت النادي الاهلي تزيد عليه النجمة التاسعة. شرفنا ونورنا كابتن عادل طايمة. شكرا على وجودك معنا كابتن عادل. بكرة إن شاء الله هقابلكم أنا وسارة محسن زميلتي العزيزة طبعا في السادسة مساء، وحلقة جديدة. تحياتي لحضراتكم.